مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء حارة نسبيا، وصلت درجة الحرارة في عمان ل 31 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء لطيفة ورطبة، رح تسجل درجات الحرارة في عمان 22، نسبة الرطوبة رح تكون 65%. غدا نهارا رح تنخفض درجات الحرارة ورح تكون الأجواء خريفية، رح تسجل درجات الحرارة خلال ساعات النهار في العاصمة عمان 28، بالليل رح تنخفض ل 19 درجة. يوم الجمعة والسبت رح تستمر الأجواء خريفية معتدلة، رح تكون نهارين 25، بالليل رح تكون أجواء مائلة للبرودة ورح تسجل 18 درجة مئوية. رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. بداية رح نكون في المناطق الشمالية، جرش وإربد رح تسجل فيهم هاي الليلة 20 درجة، غدا 31، عجلون 21 وغدا 31، وأجواء معتدلة. بتسجل درجات الحرارة هاي الليلة بالمفرق 18 أجواء باردة، غدا 31، الزرقاء 21 وغدا 31 وأجواء غائمة. مطار ملك علياء 18، غدا 31، السلط 24، غدا 31، مادبا 21، أجواء معتدلة وغدا 30 درجة وأجواء خريفية. البحر الميت 28، غدا 36، أجواء حارة، الكرك 20، غدا 26، الطفيلة 20 درجة وغدا 28 وأجواء معتدلة. معان هاي الليلة 21 وغدا 32 درجة. مدينة العقبة أجواء معتدلة 26، غدا أجواء حارة و 38. رواشد 21 وغدا 36 وأجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار. بالنسبة لملخص الطقس، خلال الأيام القادمة رح يكون في انخفاض على درجات الحرارة غدا نهارا، عودة الأجواء الخريفية خلال ساعات النهار في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وطقس لطيف ورطب خلال ساعات الليل. رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم، عودة إليك محمد. شكرا جود.